الحوار ما بين الاثنين ليصل الى حمد الله، وبعد ذلك الكرة في الجانب الايسر، حمد الله على كرة عبد الرزاق في محاولة الوقايتي، ركلة جزاء، انت تجد ركلة الجزاء، شوف المرور وبعد ذلك انسلموا، قصة من هنا قصة من هناك، ذكرت بأنها بدأت من انسلموا وانتهت بحمد الله، والكلاسيكو يبدأ بلقطة ما بين الاثنين، ركلة جزاء اتحادية في يعطي التمريرة حمد الله مهند، الاتحاد يبدو بحال أفضل بصورة أفضل من خلال مرير حمد الله بكرة اتحادية، عبد الرزاق يبحث عن مرور في لقطة، شلون يتعنف من غير جمهور؟ شوف الكرة موجودة المحاضية، لذلك دائما التسرع ما يصاحب الاخطاء، المرور ياتي من حمد الله، سباق مع عبد الله الامري لاثنين البرتغالي امام رومارينيو الى حصل بالكره لدى حمدان، وصل الاتحاديه بيشي الله الله لدى فيليبي، ركله مرمى كره طوليه، استلام حاضر من جانب حمد الله، وكره لعله يكون هو الحل بالنسبه للسيد بيشي، يلعب كرة بعد ذلك تصطد تعود حمد الله، كيف يظهر في الطريق الكرة بتعود، حمد الله يحاول المرور يعطي التمرير بعد ذلك نقلة إلى حمد الله، حمد الله مع فهد المرور الكرة حمد الله، حمد الله شوف عبد الرزاق حمد الله عمل الكنترول حاول بالعكسية، في هدف ثاني كان في غاية الروعة، كل التفاصيل الفنية شوط أول على طاولة الزميل العزيز تركش ديت، لعودة النصر يرمي بالورقة الهجومية الأهم، يرمي بهذا الهداف الكاميروني من اجل في اللقطة الماضية برونو، هنا حمد الله والمرور حمد الله والكرة البينية فرام اندريا فيليبي، هذا البيشي البيشي يبحث عن زميل يعلي كرة راسية اتحادية، الصوتي يضرب ولا يبالي، الصوتي يضرب ولا يبالي، صديق الماضي ياتي بالثالث للاتحاد، ثالث اهداف الاتحاد حمد الله، ياتي بثالث اهداف الاتحاد حمد الله، واحتفال بامير مولوده الجديد، هكذا يبدو في اللقطة الماضية ثالث هدف اتحادي، هذه المرة الكرة جاءت من لابود اصطدت في الغنام وصلت لدى حمد الله صديق الامس، يضرب شباك اصدقاء اليوم، نعم حمد الله ياتي بهدف اتحادي ثالث، وبعد كرة كانت من البديل الذي جاء للتو عبد الرحمن لابود لأرضية الملعب، كان يشير حمد الله، كان يعطي الإشارة، يسجل هدفا آخر في لقاء الفريقين، هذه المرة بقميص الاتحاد، هذه المرة بلون مختلف، هذه المرة يأتي بهدف ثالث، يلعب كرة محاولة من حمدان أيضا، سلطان الغنام كان حاضرا للنصر الجانب الايمن لمسات رومارينيو لحمد الله، حمد الله يبحث من انطلاقه وسط رقابه حاضره من جانب موري، حمد الله ينتظر زملاء، حمد الله يمر يعطي التمريره، تغييرين دفعه واحده عبد الله خيبري، جلال الدين مشاريبوف غنام بكرة سلطان، حمد الله اخذ كره، حمد الله خطف كره، حمد الله وعلي الحسن وكره نصرويه، وين حمد الله وين؟ وين حمد الله؟ الرقابه من اثنين، وبعد ذلك الغنام سلامات حمدان، وقع على ارضيه الملعب يشكو من اصابه، يشكو من اصابه في الوقت التي
جاءت الكرة بهذه الصورة، بدايتها كانت حاضرة من البيسي بعد ذلك لابوت، واللمسة الأخيرة والإمضاء الأخير من جانب حمد الله، يحتفل على طريقته، يحتفل على أسلوبه جميلة، محاولة أيضا موجودة. حمد الله يلعب كل غاب فيها الجمهور، لكن النمور